الثلاثاء الثاني من أبريل عام 2024، يوم يسطر في سجل التاريخ بمداد الذهب. إنه اليوم الذي يؤدي فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد احتشد النواب لاستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي. هؤلاء النواب الذين أدوا ما عليهم من دور في الرقابة والمتابعة والإشراف على كل ما يدور من قوانين وكل ما يدور من أمور تهم هذا الوطن، من خلال مجيئهم إلى مقاعدهم يعني انتخابات حرة ونزيهة وشفافة شهد لها العالم أجمع. وها هم هؤلاء النواب يشهدون اليوم أداء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة. أسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام بكل الخير، أهلا بكم في العاصمة الإدارية الجديدة درة التاج، العاصمة الإدارية الجديدة التي هي على موعد اليوم مع التاريخ، فهي تستضيف فعاليات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وحلف اليمين أمام مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة. هذه المدينة التي تعد من مدن الجيل الرابع، هذه المدينة هي أول المدن الذكية والتكنولوجية تم تأسيسها وفقا لاستراتيجية مصر 2030، وضمن الإنجازات الكبرى والغير مسبوقة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حققها منذ توليه قيادة البلاد.